غادي تسمح لي الاخ الامين العام نقول واحد الكلمه ضراني وكيعجبني سي بن حمزه كنهنيه بالمناسبه، والسي عبد الله البقالي اللي هو صديقنا واخنا وعافاك، واحد الحاجه بغيناها لابد نقولوها. نحن في مدينه مراكش لنا شامه خضراء هي النخيل، ولنا الكتبيه والمناره، ولنا سبعه رجال، ولنا ساحه جمع الفناء. قبل ان تكون تراثا شفهيا للانسانيه هي قلبنا الذي ينبض في احشائنا ودواخلنا. ساحه جمع فناء لا تعلمنا الكلام السوقي، وكل من يتعلم الكلام السوقي في مراكش نحن اصلا نتبرأ منه، لانه حشك من يدخل لمراكش اذا كان كلبا يصير مليك البول. مدينه مراكش مدينه الاخلاق، مدينه السمو، مدينة البلاغة والرفعة، مدينة السبعة الرجال الصلحاء الأولياء. ساحة جمع فناء كانت في حلقتها تؤدي اللغة المشفرة للوطنيين، وفي متاع المجاديب كان ينقل السلاح للوطنيين. ساحة جمع فناء فخار لنا، لا نريد من أحد أن ينعت من به سوء بساحة جمع الفناء، لأنها ساحة الأولياء، دعا لها محمد الخامس ودعا لها الصلحاء لتكون موئلا للنضال من أجل الكدح ومن أجل لقمة الخبز الكريمة.